like a Hellcat. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة معانا فكرة حلوة جدا وجديدة، وهي اعادة تدوير تيشيرت عندك قديم لفكرة خطيرة جدا وعملية، وكل بيت بيحتاجها وكل ست بيت بتحتاجها. اول حاجة هنجيب تيشيرت عندك قطن زي ما احنا شايفين، اهم حاجة يكون قطن، يعني قطن سليم 100%. ودي فكرة من أفكار إعادة التدوير بتاعتنا كالعادة بتاعة الملابس، بس النهاردة هتبقى فكرة إعادة التدوير في البيت كاستخدام للبيت، مش حاجة هنلبسها أو هنعمل إعادة تدوير من طقم أو من موديل لموديل تاني مختلف. زي ما احنا شايفين قصينا الكمام بتاعة التيشيرت، قصينا الحتة اللي فيها الزراير، قصينا الياقة بتاعة التيشيرت، بعد كده هنقصهم من النص. فكرة جديدة وعملية وهتعتمد معانا على التيشيرت القطن، وطريقتها سهلة جدا، تقدر اي ست تعملها بنفسها وتستغلها في البيت كويس. بعد ما قصينا التيشيرت نصين زي ما انتوا شايفين، هنبدأ نقصه شراشيب كده، بس هنسيب مسافة حوالي 7 سنتي من فوق او 8 سنتي. زي ما احنا شايفين نبدأ نقص شراشيب الجزء ده معانا كله، وهنقص برضو الجزء اللي فوق. نشوف مع بعض. بقى معانا بالشكل الجميل ده، وهنعمل الجزء اللي فوق بنفس المنظر برضو. كده بقى معانا الجزئين مقصوصين شراشيب زي ما احنا شايفين. هجيب عصاية مقشة عندي قديمة او اشتريها، وبعدين هبدأ الف 7 سنتي اللي انا سبتهم دول، والشراشيب تحت هبدأ الفها كويس جدا، وشد معايا القماش على الخشبة بتاعة المقشة زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وابدأ الف وشد معايا بحيث ان هي تبقى ماسكة كويس جدا على العصاية بالشكل ده. وهخلص الاولانية، وهحط برضو عليها الجزء التاني اللي احنا برضو محضرينه وقصينه. ادي اخر جزء معانا، بعد طبعا ما احنا شدين القماش كويس جدا على العصاية بتاعت المكنسة. طبعا هتقولوا طيب ما هي كده مش هتبقى ثابته معانا على على العصاية. طيب هنعمل ايه؟ هنجيب مسامير 2 سنتي او 3 سنتي، ونبدأ ندقها في القماش زي ما احنا شايفين كده، بحيث ان هي برضو تدخل في القماش كله مع الخشب كمان. طبعا العصاية بتبقى معروفة ان هي من الخشب الزين، فبتستحمل كويس جدا. ونثبتها زي ما احنا شايفين كده بالمسامير من كذا جهة،
وحوالين الدوران كله، هتثبت معانا جدا وهتبقى زي الحديد. وبقى عندنا الشرشوبة اللي بننظف بيها السيراميك او الباركيه، قطن 100% ومن صنع ايدينا. ويا رب الفكرة تكون عجبتكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايكات كتير.